السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم فواتور بلوس موتو ديزاد، متخصصة في دراجات نارية مستعملة والسيارات المستعملة في الجزائر. في هذا الفيديو نرى اليوم جبنا لكم مجموعة من السيارات المستعملة ومع أرقام الأوقات المرفقة. السعر اليوم تبدأ من 112 مليون وإلى 166 مليون. سيارات جيدة. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم الضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا كل جديد. بدون إطالة عليكم متابعينا، نبدأ بعرض هذه السيارات فابقوا معنا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا في فيديو اليوم، وهي بوجو 301 اني 2013. محرك 301 ايسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي 72 حصان، لاباد فيتاس مانويل. السيارة ماشية 120 كيلومتر. لون طوموبيل غري سوغي ولاكات غريز صافية. السيارة توتوبسيو. صاحب الطوموبيل بن عكنون، ولاية الجزائر العاصمة. رمسمو في هذا البيجو 301 112 مليون. صاحب الطوموبيل يقبل يبرز. محرك السيارة امبيكابل. لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. هاد السيارة نقية. السيارة رقم 2 هيونداي اتوس جي ال اس سنة 2011. محرك الاتوس ايسونس، قدرة المحرك 1.1 63 حصان، لاباد فيتاس مانويل. السيارة مشت 150,000 كيلومتر. ولاكات غريز تاع السيارة صافية. الطوموبيل فيها لاكليم لالارمي لي فيتر إلكتريك. صاحب الطوموبيل من كورسو ولاية بومرداس، وسعر الهيونداي اتوس جي ال اس هو 115 مليون بري نيغوسيابل. اي بامكانكم تجيبو الطوموبيل مبلغ اقل. السيارة فيها شوية صبيعة في الدروا والكابو، والبرشو كافو معود. محرك السيارة في حالة جيدة، وراسوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة رقم 3 هيونداي ايون جي ال اس سنة 2012. محرك الايون ايسونس، قدرة المحرك 0.856 حصان، لابوت فيتاس مانويل. السيارة ماشية 95,000 كيلومتر. لون الطوموبيل غري ارجو ولاكات غريز صافية. السيارة توتوبسيو. صاحب الطوموبيل من الجي سونت، وسعر الهيونداي ايون جي ال اس هو 120 مليون بري فيكسينغ. محرك السيارة امبيكابل. لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. وهاد ايون جي ال اس نضيفة. السيارة رقم 4 رونو كلي كومبوس باي باي يعني 2014. محرك هاد الكومبوس ايسونس، قدرة المحرك 1.2 16 في 75 حصان، لابوت فيتاس مانويل. هاد الطوموبيل ماشية 130,000 كيلومتر. لاكات غريز صافية. اوتوموبيل توتوبسيون. صاحبة السيارة من الحجار، ولاية عنابة، وسعر رونو كلي كومبوس باي باي هو 120 مليون بري فيكسين. الطوموبيل فيها فوال نظافة. محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة رقم 5 بيجو 207 تاني 2012. محرك 207 ايسونس، قدرة المحرك 1.475 حصان، لابوت فيتاس مانويل. هاد السيارة ماشية 123,000 كيلومتر. لاكات غري صافية. اوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية البوليدة، راه مسامو في هاد البيجو 207 134 مليون. محرك السيارة امبيكابل. لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. هاد السيارة نقية ما فيهاش سبعة. السيارة رقم 6 رونو سيمبول اني 2015. محرك سيمبول ليسونس، قدرة المحرك 1.2 16 في 75 حصان، لابوت فيتاس مانويل. هاد الطوموبيل ماشية 180,000 كيلومتر. لون السيارة غريارجو وركاد غريز صافية. الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من باب الزوار، ولاية الجزائر العاصمة، وسعر درونو سيمبول هو 160 مليون بري فيكسين. السيارة ما فيها صبغة. محرك الطوموبيل في حالة جيدة، ولا سوسبونسو تاع السيارة جيدة.
السيارة رقم 7 رونو كليو كات تاني دوميتراز، محركات السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.16 في 75 حصان، لابات فيتاس مانويال، الطموبيل مشى 132 ألف كيلو مات، لاكاتيجوري الصافية أوتوموبيل توتوبسيو، صاحب السيارة من الجزائر العاصمة، وهذا السعر هذا رونو كليو كات هو 166 مليون بري نيغوسيابل، أي بإمكانكم تجيبوا الطوموبيل بمبلغ أقل. هذه السيارة فيها أمتير أكور 10 سنتيمات في البورتاريير كوتي غوش وأمتير أكور في البارشوك، ما عدا ذلك الطوموبيل نظيفة، محرك السيارة أمبيكابل ولا سسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة. أيضا كنا كملنا معكم كاع السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنساو ديروا جيم الفيديو ديال البارتاج، أرقام الهواتف تاع صحاب السيارات راهي في صندوق الوصف أسفل الفيديو، فوعدكم بالضغط على هذا المزيد وستجدون كل أرقام الهاتف. والى ملتقى فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.